important puisqu'il tourne autour de 20 experts. سيد ممثل المرصد الوطني seront suivis et notamment global incluant tous les secteurs. تم في مارس يعني الماضي من هذه السنة تقديم ورقة الطريق لإنجاز إذن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية لمكافحة التغيرات المناخية للجزائر، والتي إذن سيترأس إنجاز هذه الاستراتيجية الوزارة وزارة البيئة والطاقات المتجددة. إذن فقط للإعلام، تم تشكيل لجنة وطنية إذن متكونة من 22 قطاع وزاري لإنجاز هذه الاستراتيجية، اللي هي راح تعطي نظرة يعني السيناريوهات المستقبلية اللي راح تعملها الجزائر للصمود وللتكيف مع هذه التغيرات المناخية.